الخبر التالي من المحلة، خبر طازه من مدرسة عزب التوم. كان في فصل يبدو انه ما كانش فيه مدرس، والمدرسة الابتدائية حصل فيه شغب ما بين الأطفال الطلاب وكانوا عاملين هيصة. مدير المدرسة اختار أحد المدرسين وقال له سكت العيال دول. دخل المدرس وفي إيده إيد مقش، وهات يا ضرب يمين وشمال، إصابات هنا كدمات هناك، عدد كبير من الطلبة وأهليهم توجهوا إلى قسم الشرطة. محافظ الغربية أوقف المدرس وبيعمل تحقيق عاجل. الخبر ده ممكن يكون خبر غريب وطريف وممكن الواحد يتضايق منه ويبتسم له، إنما ده مش هينسينا أبدا ابتسامة إسلام اللي صورته النهاردة كانت متصدرة الصفحة الأولى، وإحنا بنتأسى على هذا الطفل اللي عنده 11 سنة وللمدرس لسبب ما، سبب بالتأكيد غير منطقي، ركله في بطنه وفارق الحياة. لم يكن إسلام عمر طالب بالصف السادس الابتدائي يتصور أنه سيدفع حياته عقابا لعدم حل الواجب، لكن هذا ما حدث بمدرسة عثمان الابتدائية بالإسكندرية. فقد اكتشف مدرس الرياضيات هيثم عبد المجيد أن إسلام لم يحل واجبه وانهال عليه ركلا حتى سقط مغشيا عليه، وتم نقله إلى مستشفى شرق المدينة ولكنه كان قد فارق الحياة. تم إلقاء القبض على المدرس هيثم عبد المجيد والذي اعترف بالواقع، حيث تجرى معه التحقيقات حاليا. الأستاذ دخل قال اللي ما كتبش الواجب يطلع بره، فطلعوا خمسة وإسلام من بينهم، فضرب الأربعة كل واحد عصايتين وجا ضرب إسلام عصايتين، فإسلام بيرجع لورا وقع على ظهره، فراح المدرس نزل عليه برجليه بالشلاليط وقومه وقعد يضربه بالكميات على ظهره. حادث وفاة إسلام يفتح ملف ضرب الأطفال في المدارس، فهذه ليست هي الواقعة الأولى، فمن أشهر وقائع تعدي المدرسين على الأطفال في المدارس قيام مدرس في العام الماضي بفقع عين تلميذ بعد أن قذفه بالقلم لتحدث له عاهة تحرمه من الإبصار، ليتطور الأمر هذه المرة ويصل إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت. كانت الأمم المتحدة قد أصدرت دراسة تشير إلى أن هناك 73% من الأطفال في المدارس يتعرضون للضرب في الوطن العربي. الغريب أن قانونا قد صدر في التسعينيات يمنع ضرب الطلاب في المدارس، ولكنه لم يفعل لعدم وجود رقابة فعلية عليه. فهل ينتبه القائمون على العملية التعليمية إلى أهمية الرقابة على تنفيذ هذا القانون؟ ياسمين أبو خضرة، العاشرة مساء. السؤال اللي ممكن نسأله لنفسنا ونسأله لحضراتكم، لو أنتم مكان والد ووالدة إسلام ممكن تعملوا إيه؟ يعني عقلكم يهديكم لإيه؟ أرحب أولا بضيفنا أستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على قسم التعليم. أهلا بحضرتك أستاذ رفعت. أهلا بك. معانا أستاذة منال شاهين، مدير خط نجدة الأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. أهلا بحضرتك أستاذة منال. معانا الأستاذة الصحفية والكاتبة أستاذة مجدة الجندي بالأهرام. أهلا بحضرتك أستاذة مجدة. وأخيرا معانا أستاذ خالد فاروق، مدرس أول رياضيات وخبرة حوالي 26 سنة في التدريس. أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بحضرتك. ممكن أسأل حضرتك أولا أستاذة منال، أنتوا بيجيلكوا شكاوى كتير على الخط الساخن لها علاقة بضرب الأولاد أو إصابات جسيمة بسبب المدرسين؟ جات لنا يمكن أقصى واحدة جات كسر إيد طفل، ودي كانت من حوالي شهرين، وكان الغريب أن الوزارة اكتفت بس بخصم 3 أيام من مرتب المدرس ونقله لمنطقة تعليمية أخرى. كسر ازاي يعني؟ ضربوا له. احيانا تبقى صدفه. لا هي مش صدفه، هو انا يعني هو بيبقى في حاله عنف شديد، يعني سواء يعني دايما يقول لك هو الطفل استفز المدرس او المدرس تمادى في ضربه زياده، او الطفل ضعيف يعني ضعيف البنيه ما استحملش الضرب المدرس فايده كسرت. ساعات بيكون في العنف مش بس بدني، يعني في ساعات جالنا بلاغات ان رفضت المدرسه تودي البنت او الولد للحمام فعملت على روحها في الفصل، يعني جالنا شكاوى كتير. يعني انا اقول لحضرتك ان من خلال خط نجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة كان في مجازاة اكتر من 85 مدرس في ظرف سنتين.
ده انا نعتبره معدل كبير، يعني احنا عندنا في المجلس ده معدل كبير لان في عنف شديد. واكتر العنف بيبقى في الابتدائي، يمكن الابتدائي واولى اعدادي. يمكن قلت انه مثلا طلبه الثانوي بيبقوا اكثر جراه ويمكن يكونوا لا تصدقي حضرتك ان ساعات العنف بيكون من الطالب للمدرس في الثانوي، لان المدرس بيخاف من بنيه الشاب. لا ما هو الطالب اتضرب كتير في الابتدائي فالثانوي بقى بيخلص طالب، لكن في الابتدائي بيكون صغير فبيحصل فيه عنف، والعنف ده شديد وحصل المجازاة من خلال الوزارة مش من خلال المجلس. يعني بيبقى فيه لجنة بتشكل وتنزل وبتتم المجازاة. أستاذة ماجدة الجندي، أحيانا كثيرة بتكون تصريف القدر فيها نوع من الدراماتيكية، يعني واحد يزق واحد بس فيقوم واقع يتخبط على حاجة. هل أنت شايفاها مسألة مصادفات سيئة ولا صورة إسلام؟ يعني شوفي حضرتك طبعا يعني من كثرة ما نطالع يوميا أصبحنا نعيش في حالة، يعني لو بنندهش نبقى لسه أحياء، لو بطلنا نندهش يبقى المسألة مثلا. ممكن تبصي للمسألة دي من زاويتين، إما إنها عرض أحد أعراض فشل العملية التعليمية، دي زاوية، أو تخديها عرض مجتمعي أكبر لحالة العنف والقهر، وفي كلتا الحالتين الاثنين بيصبوا في وعاء واحد. يعني هذا أحد أعراض فشل العملية التعليمية، لأنه يطرح سؤال: مين هو المدرس؟ بيدخل إزاي؟ كيف يصبح هذا الشخص مدرسا؟ أي واحد، ولا أنت عارفة اتزانه النفسي، ولا عارفة إيه، ولا عارفة معاناته، يعني قاهر ومقهور. والسلسلة اللي بتقول عليها الأستاذة ليه يعني في ثانوي المسألة بتقل؟ عشان الولد كبر، ما هو تقهر وهو صغير بقى بيرد وهو كبير. أنا بتصور أن هذا أحد أعراض فشل العملية التعليمية اللي عمودها المدرس. واسمحي لي أنتهزها فرصة علشان يعني نعود لجزئية ربما يراها البعض غير متصلة، لكن هي متصلة برؤية وزارة التربية والتعليم للمدرس. مين هو المدرس النهاردة؟ مين هو المدرس في مصر؟ هو الذي يتعاقد لمدة شهر أو بمئة جنيه فرز عاشر. نمرة اتنين، لما عملت قصة الامتحانات عشان تدي المئتين جنيه، هي فرحت قوي وقدمت نفسها وزير التربية والتعليم باعتباره بيحافظ على فلوس الدولة، ما يداش لمن لا يستحق، لكنه لم يشعر بأي إثم ولا تأنيب ضمير إنه ولادنا سابهم في نفس الناس. هو ما رفضش اللي سقطوا، هم خلاهم يستمروا في العملية التعليمية. إيه دلالة ده حضرتك؟ ما هي دلالة انعقاد امتحان من قبل وزارة التعليم عشان تحاسبهم، عشان تشوف تديهم المئتين جنيه ولا لا، بينما الذين فشلوا تترك أولادنا بين أيديهم؟ وده كان حتى سؤال، كان امتحان معلوماتي كمان، مش امتحان سلوكي. اسمحي لي لو سمحتي، ده لسه جوانب السلوكية، ومين هو المدرس دي قصة تانية. مين بقى اللي بيدخل النهاردة ويتقدم ليتولى وظيفة التدريس في مصر؟ خلينا نواجه ده بشجاعة. مين؟ ما هي مواصفاته؟ احنا بنتحمل معاناة الحاضر على امل ان نصلح من انفسنا في المستقبل. احنا خسرانين خسارة مضاعفة، بنتصرف فلوس والعائد صفر من خلال هذه العملية التعليمية اللي أثرها متعددة الجوانب. يعني الضرب ده أحد الجوانب. اللي من أسبوع اللي فات الولد اللي اتضرب بمطوة وتشرح قدام مدرسة، ده جانب. قصة العملية التعليمية اللي مفتاحها المدرس، مين هو المدرس النهاردة؟ معاه إيه؟